على الجانب الآخر برضو موضوع آخر مهم جدا. حضرتك لما بتيجي تطالب بإلغاء الدوري، في أندية طبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم بتشوفوا على السوشيال ميديا وبتسمعوا، في أندية تطالب بإلغاء الدوري العام الفترة القادمة ما بعد كورونا إن شاء الله يعني. طيب هو ليه حضرتك بتطالب بإلغاء الدوري العام مثلا يعني الأندية اللي بتلعب في أفريقيا؟ طب ليه حضرتك بتطالب بإلغاء الدوري العام وما بتطالبش بإلغاء أفريقيا؟ لأن بعض الأندية اللي بتلعب في أفريقيا تقول لك إيه؟ إحنا عايزين نلغي الدوري العام، هو عشان بعيد عن الدوري العام وعشان النادي الأهلي فارق كبير جدا ما بين الأول والتاني في الدوري العام المصري فعايز يلغي الدوري العام. لكن هو عشان في البطولة الأفريقية قريب فيقول لك لا ما نلغيش أفريقيا. إذن هنا المصلحة هي مصلحة خاصة وليست مصلحة عامة. مصلحة هنا مصلحة خاصة اللي هو إيه؟ دوري الدوري ده الأهلي فرق كبير والأهلي هو اللي هيكسب الدوري والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. يبقى نحاول إيه؟ نلغي الدوري ونقول إن 30 نادي من ال 18 30 من ال 18 عايزين يلغوا الدوري. وطبعا ده مش حقيقي، في بعض طبعا الأندية اللي هتهبط تقول لك إيه؟ طب ما نلغي الدوري ونفضل قاعدين في الدوري وناخد سنة ونفضل قاعدين سنة كمان في الدوري وناخد فرصة تانية. كل واحد ومصلحته الشخصية بيحاول يطبقها. لكن إن حضرتك بتلعب في البطولة الأفريقية بتقول أنا عايز ألغي الدوري، طب ما تقول زي ما بتقول أنا عايز ألغي الدوري، قول أنا عايز ألغي البطولة الأفريقية كمان، تقدر تقول الكلام ده ولا ما تقدرش؟